السلام عليكم الزول في اللون، مرحبا بكم ناس الجياز كا. في خبر متداول سيتم تنصيب إداري جديد في شبيبة القبائل في هذه الأيام، أيضا فيه جديد أنه تغييرات كثيرة ستقوم بها موبيليس. من تراه الأقرب في هذا المنصب ومناصب أخرى؟ لايك الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق. سيتم تنصيب إداري جديد في منصب حساس هذا الأسبوع، وسيعرف الفريق تغييرة بالجملة ستقوم بها موبيليس، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للممثل للشركة، أين زار مقر الفريق الذي لم يعجبه بتاتا. مقر الفريق يعني أبسط مناصر صغير يقول لك مقر الفريق لا يليق بقيمة وتاريخ شبيبة قبائل، هذه مفروغ منها. وإن شاء الله راح يكون تغيير في المقر إن شاء الله يا رب العالمين في هذه الأيام بمقر يليق بشبيبة قبائل. هذه حاجة راهي من الطاقة الإيجابية للفريق، لما تغير تبدأ تغيير الجذري يعني بالبداية بالأساس، وهذه حاجة إيجابية إن شاء الله للفريق. من تراه الأقرب؟ كاين دودان، كاين مدان، كاين صايب موسى، كاين حديث عن منصب المناجر اللي قد يكون هو زافور، أظن ذلك فيه كلام يقولوا بلي زافور هو الأقرب لمنصب المناجر، لأنه الشبيبة بحاجة إلى مناجر. قالك هذه الإدارة راهي استقالت، معناها أنه المناجر منصب فارغ، وهذا مازالت لنا لو تتأهل لربع نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا هي بحاجة إلى مناجر، بحاجة إلى تأهيل اللاعبين، لازم حركة في حركة. إن شاء الله كاين أيام وأخبار جميلة هذا الأسبوع إن شاء الله إن شاء الله. عندك ثاني حديث حول الاستفادة من خدمات بوزناد الذي رحل، ربما ما شفناش الرحيل تاعو في صمتك، يعني بالمعنى أنه حتى لقينا بوزناد خارج الفريق قال لك لازم الاستفادة من هذا النوعية من الأشخاص اللي عندهم نظرة رياضية وثقافة رياضية عالية، وجب والأولى بها شبيبة قبائل من الاستفادة منها. هذا هو كلام عن بوزناد قد يعود لتسير في منصب التسيير، ربما موبيليس عندها تفكير عن بعد، تفكير بعد ومشاريع عن بعد لشبيبة قبائل. ماذا بها تلم أبنائها؟ ماذا بها تلم أبناء الفريق وتلم أبناء المنطقة، يعني اللي يعرفوا المنطقة مليح حاجة مليحة. وإن شاء الله أيضا التسيير، حسن التسيير معناها الشبيبة في الطريق الصحيح، ولازم لا ما تغلطش في اختيار الأنسب والرجل المناسب في المكان المناسب. ربما نحن عن قريب سنسمع أخبار جميلة إن شاء الله، لذلك تفاءل خيرا تجده إن شاء الله. هذه الشبيبة دائما تمر بمهن صعبة ولكن تتفوق على نفسها وتعود إلى الواجهة. لايك الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق. بالتوفيق لمسيري شبيبة القبائل، بالتوفيق لمسيري موبيليس في النظرة تحم حول ما يجب أن يكون في شبيبة القبائل. مع فيديو جديد، سلام خوتي.